أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد. الأعرجي أشار إلى أن علاقة العراق ستستمر مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين. وكانت واشنطن وبغداد قد اتفقتا في أغسطس الماضي على انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق بنهاية العام الحالي. نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسلنا شفيق عبد الجبار من بغداد. الإعلان رسميا عن انسحاب هذه القوات، ولكن الإبقاء على يعني ربما جهود أخرى للتشاور وللتنسيق. ما طبيعة هذه المهام التي ربما ستواصل القوات العراقية في تعاملها بها مع قوات التحالف؟ نعم. نعم طبعا، بعد 8 سنوات من قرار التحالف الدولي مساعدة العراق في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة، جاء القرار اليوم ب يعني انسحاب القوات القتالية وإبقاء القوات غير القتالية في العراق على أن تكون هذه مهمة هذه القوات الغير القتالية، هي مساعدة القوات العراقية والأجهزة الأمنية العراقية بشكل عام وإبداء المشورة والتدريب، وأيضا من ضمن الفقرات هو يعني مد القوات والأجهزة الأمنية العراقية بالسلاح اللازم لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش في العراق. أيضا هذه القوات الغير عراقية، القوات الأجنبية، سوف ستكون مستقرة داخل المعسكرات العراقية وتكون تحت حماية ووصاية القوات وتحت مظلة أو علم الدولة العراقية، وتكون من ضمن أولويات الأجهزة الأمنية العراقية حماية هذه القوات داخل المعسكرات العراقية. وقد سبق أن استهدفت فصائل مسلحة موالية لإيران هذه يعني أرتال القوات التابعة للتحالف الدولي أثناء تنقلها في محافظات عدة من الوسط والجنوب في العراق. على العموم، تم الإعلان اليوم وعبر مؤتمر صحفي وبعد اجتماع مشترك ضم قادة عسكريين عراقيين وأيضا قادة التحالف الدولي. تم الإعلان عن أن المهام القتالية لقوات التحالف قد انتهت في العراق، وستبقى القوات غير القتالية لتأمين الدعم والاستشارة وحتى تأمين المشورة للقوات العراقية، وأيضا تقديم الجهود الاستخبارية وعبر الأقمار الاصطناعية من قبل التحالف الدولي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية. شفيق عبد الجبار من بغداد، شكرا.